مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تدويب الفروج بوقت قصير. عنا فروج مثلج، بدنا نبلش بالطريقه. قبل ما نبلش بالطريقه مع بعض، بتمنى تعملوا لايك للفيديو وشير، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. بنبلش مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حط بالجات ملعقة سكر، السكر بيساعد على الذوبان والملح مع بعض. كمان بحط ملعقة ملح، ملعقة خل، حطيت تقريبا ملعقتين طعام خل ومي. مي بحرارة الغرفة بنحطها. خليته يروح مع بعض. طريقة كتير رائعة وسهلة. إذا حدا جاي لعندها ست البيت ضيوف فجأة وبدها تذوب دجاج بهيدي الطريقة، كتير كتير بسرعة تذويب الدجاج. هذا الفروج مثلج عندي، هيدا الثلج كمان عليه. بسم الله، بحطه بالماي. بخلي حطيته بروح زنخة الدجاج، وراح حط شريحتين حامض. بعمل بهيدي الطريقة، طريقة عن جد كتير سهلة وسريعة، كتير روعة. هلأ بثواني بتحسوا بلش يبين عنا الفرق. الجلد عم بفك عن الفروج. شفتوا بثواني صار يبين عنا الفرق. بعد حوالي 3 دقايق تقريبا، شفتوا كيف بعمل بهيدا الشكل. بحاول. اوه واو، اسم الله، واو ما شاء الله. بعد شي بسيط، شفتوا كيف فك عنا الفروج بعد فيه شي بسيط من التلج. هلأ بس نقطع الفروج بفك تماما على الخلطة اللي بدنا نحطها للفروج. هلأ بغسله منيح وبشيله من هيدي المي. هذا الفروج بعد ما غسلته منيح، اكيد يعني ما بيروح التلج 100% بالوقت اللي انا نقعته فيه، نقعته شيء كتير بسيط. هلا بدنا نكفي مع بعض الطريقة. بسم الله، كتير بسم الله. شفتوا كيف يعني كتير كتير نسبة كبيرة راح الثلج. اكيد اذا كان حجم الفروج اكبر بياخد وقت اكتر. هيدا الفروج اللي عندي كتير صغير.
هذا الفروج بعد ما قطعته، هلا لما نكفي مع بعض لنعمل الخلطة. أول شيء بحط حوالي 3 معالق طعام زيت نباتي، كمان أنا بحب كتير حط دبس الرمان مع الدجاج، بحط شوي كمان شي 4 معالق طعام خل، حوالي 3 معالق طعام شراب، ملعقتين صغار شراب يعني ملعقة طعام شراب، لبن. بسم الله، لبن بيعطي كتير نكهة طيبة للدجاج. 3 معالق طعام لبن، كمان رشة ملح، الملح على الذوق أكيد حسب ما أنتوا بتحبوا الملح. هلأ بخلطهم منيح مع بعض، فينا ننقع هيدي الخلطة، ننقع الفروج حوالي ساعة، ممكن مثلا 3 ساعات حسب ما أنتوا بتحبوا، عرفتوا كيف؟ حسب ما عندكم وقت. هلا هيدا الفروج رح حطه بصينية وحطه بالفرن، انا دغري ما معي وقت انقعه للفروج، دغري طبقته رح حطه بالصينية وبالفرن. بسم الله، هلا دغري بحطه بالفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. كمان على جنب الفروج رح حط بصل، بطاطا حار، جزر، وعندي هون شريحتين زنجبيل، بحطهم وبشويهم على جنب الفروج. حبيت اعمل القطعة كبيرة تضلها هيك شكلها حلو بيطلع. برش رشة ملح، كمان رح احط رشة فلفل اسود، وبدخلهم على فرن 200 مع الفروج. هذا الفروج اللي عملته أنا وياكم، اللي دوبناه بالطريقة اللي شفتوها بهيدا الشكل، عملت عجنبه خضرة. بسم الله، هيدا الخضرة طلع كتير شكلها رائع، أروع من هيك ما في، وجبة كتير روعة. وكمان عندي صوص الجريفي، بحط الجريفي على الوجه. هذا صوص الجريفي عبارة عن مرقة دجاج، إذا عنا مرقة دجاج وشوية طحين وبهار وملح. بس عن جد كتير بيعطي نكهة طيبة خضرة على اللحمة والدجاج، مرش بهيدا الشكل جريفي، وصحة وألف عافية. هيدي طريقة الفروج اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا بصفحتي للمشاهدين الجدد، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.